الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حديثنا الديني الرمضاني المتواصل معكم. وقبل كل شيء نبدأ معكم بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر الصيام، شهر القرآن. فمن كان يشكو عظم داء ذنوبه، من كان يشكو عظم داء ذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه، ويفوح من عرف الصيام بطيبه. أوليس قال الله في ترغيبه: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصيام والقرآن يشفعان لك يوم القيامة أيها المسلم. أحبتي الكرام، يقول القرآن الذي نقرأه في رمضان: يا رب لقد منعته النوم ليلا، لأننا في الليل لابد أن نقرأ القرآن في رمضان. لقد منعته النوم ليلا فشفعني فيه. ويقول الصيام: يا رب منعته الأكل والشهوة نهارا، الأكل والشهوة نهارا فشفعني فيه. فيقول لهم الله: شفعتكما فيه، شفعتكما فيه. هذا هو الصيام وهذا هو القرآن. أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون الأفاضل، شهر رمضان شهر مبارك، شهر فضيل، شهر الرحمة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. إن الصلاة والزكاة والحج انتشر ذكرهما في طول القرآن وعرضه، لأن الصلاة تكرر في اليوم 5 مرات، ولأن الزكاة عبادة مالية، والمال عزيز على النفس وشقيق للروح. المال عزيز على النفس وشقيق للروح. أما الصيام فهو أخف العبادات، الصيام أخف العبادات. أيها المسلم، أيها العابد، أيها المؤمن، أخف العبادات هو الصيام. شهر عبارة عن أيام معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أيام معدودات، قد لا تزيد على 29 يوما، وعبادة سنوية لا تتكرر في العام إلا مرة واحدة، وفي نفس الوقت لا تكلفك سفرا ولا تكلفك مالا، بل إن الله جل جلاله أباح الفطر للمسافر سفرا شرعيا. ومن هنا فإن رمضان لما كان أخف العبادات أصبح المقام لا يقتضي تكرارا ولا توكيدا ولا انتشارا، فيكفيك أن تسمع قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وتعالوا بعد ذلك أيها السادة الأعزاء، أيها المشاهدون الفاضلات في كل مكان، لنشاهد التخفيفات الإلهية في هذه العبادة، في هذه الفريضة، في هذا الصيام. أول تخفيف قوله تعالى: لعلكم تتقون.
ففي الصيام تقوى، أليس كذلك؟ لأن الصيام فيه جوع، فيه جوع، والجوع نهر تسبح فيه الملائكة، والشبع نهر تسبح فيه الشياطين. ففي الصيام تقوى، ومن منا يكره أن يكون تقيا؟ من منا لا يريد أن يكون تقيا؟ التخفيف الثاني قوله تعالى أياما معدودات، سرعان ما تنتهي، سرعان ما تنتهي، كأنها نسيم الفجر، كأنها نسيم الفجر، من يشعر بها دون أن يدري بها أحد. ثم بعد ذلك يأتي التخفيف الثاني، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من أيام أخر. أما الصلاة وغيرها فلا يجوز تأخيرها ولا تأجيلها. أما فريضة الصيام فمن لم يستطع أن يدخل الامتحان في الدور الأول فإن الله تعالى كرر في وزارته التربوية الحسابية أن له دورا ثانيا يدخله بعد أن يشفيه الله إذا كان مريضا أو كان مسافرا، وبعد أن يعود المسافر من سفره. التخفيف الرابع، أيها المشاهدون، أيها الأعزاء، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي إذا كان الإنسان شيخا كبيرا، كبير السن كما نسميه عجوز، فيه كاركاس، عجوز لا يطيق الصيام، لا يستطيع أن يصوم، كبير السن، أو كانت المرأة عجوزة كبيرة السن لا تقوى على صيام، على صيام رمضان، ولا تقوى على قضاء رمضان، لا بعد العيد، ولا تستطيع ذلك. فإن الله تبارك وتعالى يبيح للشيخ الكبير، للرجل الهرم، للشيخ السن المسن، والمرأة العجوز أن يفطرا، أن يفطرا ويطعما عن كل يوم في رمضان مسكينا واحدا، ويكون هذا الإطعام بديلا عن الصيام. فالمريض مرضا لا يرجى منه الشفاء، إذا صام سيزيد مرضه، إذا صام سيكون مريضا شديدا لا يطيق الصيام. المريض مرضا يحتاج إلى غذاء، إلى غذاء وإلى طعام، الله أباح له الفطر، أباح له الفطرة وأوجب عليه الفدية، وقدرها إطعام مسكين، واحد مسكين تعطله يعني فطور وتعطل عشاء، وإذا قدرتم أعطوا سحور مما تأكلون أنتم، مسكينا واحدا عن كل يوم من أيام رمضان. فإذا لم يقدر على الفدية كان فقيرا، فقير لا يستطيع أن يعني يدفع لهذا المسكين الفدية، ولا يقوى على الصيام لكبر سنه أو لمرض مزمن معه، ولا يقوى على إطعام مسكين لأنه هو المسكين. فماذا عليه؟ ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. وبعد ذلك أحبتي الكرام يأتي التخفيف الخامس، إذا كانت الزوجة حاملا، حاملا أو مرضعا، وخافت على نفسها أو على ولدها من الصيام، لأنها تعطيه اللبن، تعطيه كما نقول تعطيه الثدي،
فإن الشرع يبيح لها الإفطار مع قضاء الأيام التي أفطرتها. أبعد هذه الرحمة رحمة؟ أبعد هذا التخفيف تخفيف؟ تقوى وأيام معدودات وإفطار للمريض والمسافر وإفطار مع الفدية للذين لا يقدرون على الصيام أبدا، ورخصة للحامل والمرضع مع قضاء ما أفطرته. خمسة تخفيفات تكرم بها الغفور الرحيم على عباده. ولقد صدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. فشاكلة العبد، نحن عبيد الله، شاكلة العبد المعصية، وشاكلة الرب الرحمة والمغفرة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنا قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: وأنا قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي كرم الله وجهه، قال علي كرم الله وجهه: وأنا قرأت القرآن كله فما وجدت أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه تخفيفات لتروا التخفيفات، تخفيفات رحمة بالعباد، تخفيفات في رمضان رحمات وفيوضات ربانية. في رمضان هناك رحمات تتنزل على عباده، لأنه شهر القرآن، شهر فضيل، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وأكتفي بهذا القدر من حديثي الرمضاني، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.